أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح للأسبوع التاسع من مادة اكتساب اللغة أصدقاء العربية الطور الثاني. سأقوم اليوم بالتعريف عن أبرز ما سيتم شرحه في الوحدة الثانية وهي بعنوان هويتي. أذكر بأبرز المفاهيم التي سنتناولها اليوم، حيث ستكون المفهوم الرئيس هو الروابط، المفهوم ذو الصلة سيكون الأنظمة والأعراف، أما السياق العالمي سيكون الهويات والعلاقات وتشكل الهويات. إذن سنقوم بمعرفة أو تعلم كيف سنقوم بإدخال هذه المفاهيم إلى النصوص التي سندرسها. عبارة البحث والاستقصاء: يرتبط البشر بأنظمة وأعراف لغوية مختلفة تشكل هوياتهم. الدرس الأول الذي سنقوم بالتعرف إليه اليوم هو نص مقروء بعنوان المصادفة العجيبة. سنقوم بقراءة هذا الدرس، التعرف إلى أبرز المعاني والمفردات الجديدة فيه، ومعرفة الفكرة العامة منه، ثم أخذ هذه المفردات والتعبير عنها كما فهمت وبسياقها المطلوب. سأقوم بقراءته. ماذا تفعل يا ويليام؟ أتفقد البريد الإلكتروني، لكنني أشعر بالملل. غدا يوم عطلة، ما رأيك أن نذهب لزيارة أختك في مدينة برايتون؟ فكرة رائعة، ستكون مفاجأة لأختي، والسفر إلى برايتون بالقطار ممتع جدا. أريد تذكرتين من فضلك إلى مدينة برايتون. بكل سرور، تفضل. متى سيغادر القطار إلى برايتون؟ بعد ساعة من الآن، يمكنك الجلوس في قاعة الانتظار. ما رأيك لو ندخل هذا المتجر بدلا من الانتظار؟ اقتراح جيد، ونشتري هدية لأختي. إذن بعد أن ننتهي من قراءة هذا الدرس، التعرف إلى أبرز مفرداته، ننتقل إلى التدريبات الخاصة فيه. لاحظ أن التدريب الرابع يتحدث، أو لاحظ الكلمات الملونة، فهي هذا وهذه، يسكن وتسكن. إذن كيف نحول الجملة من مذكر إلى مؤنث؟ سنقوم بشرح هذا وهذه نوعهما، فهما اسماء إشارة، هذا بريطاني وهذه بريطانية، بريطاني يسكن وبريطانية تسكن. كيف سنعبر عن فرنسي؟ نقول هذا فرنسي يسكن في باريس وهذه فرنسية تسكن في نيس. لاحظ ما التغييرات التي أقوم بها؟ أنا أغير اسم الإشارة والفعل أيضا. هذا ماليزي يسكن في كوالالمبور وهذه ماليزية تسكن في ملاك. هذا هندي يسكن في نيودلهي وهذه هندية تسكن في مومباي. هذا ألماني يسكن في برلين وهذه ألمانية تسكن في فرانكفورت. أما الموضوع الآخر، لاحظ وتعرف ماذا سيكون. نعم، سيكون اسم الاستفهام ما. ما رأيك لو ندخل إلى؟ الصورة تعبر عن ماذا؟ قاعة الانتظار. نعم، ما رأيك لو ندخل إلى قاعة الانتظار ونشتري هدية؟ أصبحت جملة استفهام. ما رأيك لو نجلس في المتجر؟ ما رأيك لو ندخل في المطعم؟ أو ما رأيك لو ندخل للمطعم؟ ما رأيك لو ندخل للحديقة؟ سنتحدث عن ما رأيك، وستجيب أنت أيضا عن رأيك، وتذكر أن هذا ينطبق على المفهوم الرئيسي وهو الهويات والعلاقات. الموضوع الآخر سيكون هو الضمائر المنفصلة، كيف سأعبر عن نفسي باستخدام أنا، ونعبر عن أنفسنا باستخدام نحن، وهذه هي الضمائر، ضمائر المتكلم. كيف سنعبر عن أنفسنا عند الغائب، هو، هي، هما، هم، هن، وكيف سنعبر عن أنفسنا بالحديث عن المخاطب، أنت، أنت، أنتما، أنتم، وأنتن.
أما الموضوع التالي سيكون الشمسية والقمرية، كنا قد تناولناها وسنؤكد على فهمنا من خلال أوراق عمل محلولة ومن خلال استخراج أمثلة مشابهة من الفقرات. أذكر على ضرورة الرجوع إلى I read Arabic، أقرأ بالعربية، وعمل الواجبات المطلوبة، حيث نقوم بالنزول للمكتبة كل يوم أحد وقراءة الكتب المرسلة لنا من المعلمة. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.